هذا أخوكم ماجد من قناة ألعاب ماجد. اليوم راح نتحدث عن استراتيجية جديدة في لعبة كلاش رويال. الاستراتيجية هي طبعا ارتباط العملاق بالبالون. العملاق والبالون مرتبطين سوا في استراتيجية، إذا فهمتها وطبقتها صدقني يعني راح تكون جيش قوي، جيش قوي لا يصد. فراح نلعب اليوم بالاستراتيجية هاي حتى تشوفونها بعيونكم. وهاي الجيش مالنا مينين، 3 مينين، البالون، العملاق، روح النار او الفاير سبيريت، عندك المقاتلين برابرة، وعندك الرامية، وعندك التسلا، وعندك السهام. تسلا جايب احد اسوي ديستيشن، اذا صار هجوم علي اخلي ما يروح على البرج، يلف يمينه لو يسرى بعيد عن البرج. والاسهم نستخدمها ضد المينيون، هي والفاير سول، روح النار. راح نلعب ان شاء الله ونشوف هاي. والفار ساعدنا ايضا للباك اب. شايفين من قلت لكم انا لا تلعبون الا وفارغه، عندكم مكان فارغ ينزل للتشيست، فنزل لي تشيست اسطوري راح افتحه وياكم اليوم. الان فتحه وياكم، واتمنى يطلع لي الكارت اللي اريده انا. راكبه الكباش، طيب انا ما اعرف هالكارت، اعرف ان شاء الله واجربه بالمعركه واعطيكم خبر. من قلت لكم لا تلعبونها، كان اكو عرض، عرض تجيب 50 تاج، والناس تستعجل تريد تجيب 50 تاج وما عنده مكان جوا. فانا ما انتبهت للعرض، لعبت بالطريقة مالتي ونزل الشيست اللي تشوفونه الان، وطلعت لي منها الكارت الحلو هذا. الآن نبدي المعركة ونشوف الجيش اللي مختارينه واستراتيجية البالون ويا العملاق. أنا دائما انتظر أشوف المقابل، أشوف الإمكانيات، وأشوف شلون راح يبدي وياي. خلينا ننزل بالتسلا. راح انزل بالباربريان، وانزل ايضا بالشسمه الفارسه. الآن يجي دورنا بالهجوم. راح ادز روح النار. اخذنا، اعتقد راح ناخذ البرج بكل سهولة. راح انزل مينيون كدفاع. الان صار ما يخالف،
فوز بكاس، مثل فوز بكاس يعني، مثل فوز بثلاث كراونات، نفس الشيء، هو فوز فوز. راح نلعب بعد معركة نشوف. أنا راح أدفع بجيشي، أدفع بالعملاق، راح أدفع بالبالون هم حتى ناخذ برج. راح ياخذ البرج، ما يخالف، خل ياخذه، ما اخذه. راح نستهدف البرج الثاني ماله، سنتان الاكسير يزيد سرعته. راح نحاول ناخذ البرج الثاني. شايفين اخذنا البرج الثاني وفزنا بالمسابقة. هذا يعني يراويكم الجيش اللي جاي ألعب بيه، استراتيجية العملاق ويا البالون ايش قد قوية. راح نلعب المعركة الثالثة الآن حتى نأكد على الاستراتيجية مالتنا قوية. لاحظوا أنا ألعب بالمنطقة الثامنة والسابعة.
شنو يعني؟ حط العملاق. الآن حجمه عندنا، طبعا الباكري كارت قوي عنده. الآن تقدمنا عليه، تسلا راحت يسرى شوية بس ما عليه. الآن راح نلعب العملاق مالنا، راح نحط وراه. هذا ناخذ الهوز، راح ادفع بالبالون وادفع وراهم ماسكتيرز. اخذنا البرج ماله، شايفين؟ راح ادافع بالهاي واحط التسلا هنا. هذا أخذنا الفوز الثالث باستراتيجيتنا العملاق والبالون. أتمنى يعني عجبكم الجيش اللي ألعب بيه، وصدقوني جيش.